10 صباحا بتوقيت الجزائر، اهلا بكم مشاهدينا الى موجز لاهم الانباء. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس اتصالا هاتفيا من أخيه السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة حول مستجدات الأزمة الليبية. وقد استجاب رئيس الجمهورية أثناء هذه المكالمة الهاتفية لطلب السيد فايز السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود العاصمة طرابلس. فأمر السيد الرئيس وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سون الغاز للتوجه اليوم لهذا الغرض إلى عاصمة البلد الشقيقة. طبقا للمادة 93 من الدستور، عين أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد استشارة الوزير الأول، عين السيد الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ترأس أمس الوزير الأول عبد العزيز الجراد اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، قام أعضاء الحكومة بدراسة مشروعين تمهيديين لقانونين قدمهما قطاعا العدل والمالية، وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها على التوالي، كل من قطاعات الشباب والرياضة، السكن والعمران والمدينة، وقطاع التجارة. كما تم تقديم عروض من قبل وزيري التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني. تطبيقا لعمليات تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا والسلطة الصحية، اتخذ الوزير الأول عبد العزيز الجراد في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية التدابير الآتية: القيام حسب تطور الوضع الصحي بتكييف قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي التي سينتقل عددها من 18 إلى 11 ولاية، كما يأتي رفع الحجر الجزئي المنزلي عن 10 ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا، ويتعلق الأمر بولايات البويرة، تبسة، نمدية، إليزي، بومرداس، الطارف، تندوف، تيبازا، عين الدفلة وغيليزان. تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 30 يوما ابتداء من اليوم الفاتح أكتوبر 2020 من الساعة 11 ليلا إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم الموالي بالنسبة لثمان ولايات، ويتعلق الأمر بولايات بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، عنابة ووهران. تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 30 يوما ابتداء من اليوم الفاتح أكتوبر 2020 من الساعة 11 ليلا إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم الموالي على ثلاث ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى، وهي تحديدا ولاية باتنا، سطيف، وقسنطينة، غير أن الولاة يمكنهم بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لا سيما إقرار الحجر الجزئي المنزلي أو الكلي، أو تعديل مواقيتها أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى. رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية، الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع حركة المرور الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين ما بين الولايات، الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية ساريا عبر كامل التراب الوطني ولا سيما حفلات الزواج
الزواج والختان وغيرها من المناسبات. وبهذه المناسبة تشير الحكومة إلى أن التطور الإيجابي للوضعية الوبائية المسجل في هذه الأيام الأخيرة يجب أن لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية، وإذ تجدد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، فإنها تجدد نداءاتها إلى المواطنين الواعين بالتحديات التي تفرضها علينا هذه الأزمة الصحية من أجل مواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة والتباعد الجسدي والحماية التي سمحت باستقرار الوضعية الوبائية في البلاد، والتي تظل أنسب حل للقضاء على هذا الوباء. في النشاط البرلماني وفي جلسة علنية سيستأنف مجلس الأمة اليوم أشغاله للتصويت والمصادقة على مشاريع قوانين المتضمنة العقوبات الإجراءات الجزائية، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الصحة، ومشروع القانون الخاص بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. برلمانيا دائما ومن جهته يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة علنية يخصصها لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الطاقة، الصناعة، التجارة، الأشغال العمومية والموارد المائية. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت أمس 162 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51,530 حالة مؤكدة، في حين تمثل الاشتفاء 36,174، من بينها 111 حالة تماثلت أمس للشفاء، فيما سجلت أمس 8 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1734 حالة وفاة رحمهم الله. وإلى جديد كورونا عبر العالم، إذ بلغ عدد الإصابات والوفيات مستويات قياسية، حيث سجلت بريطانيا أكثر من 7,000 إصابة جديدة و 71 حالة وفاة، فيما أعلنت المكسيك عن تسجيل قرابة 4,500 إصابة جديدة بالفيروس و 560 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. هذا وقد فرضت الحكومة السلوفاكية حالة الطوارئ لمدة 45 يوما للمساعدة على مواجهة الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المستجد. أخيرا، دعت روسيا كل من أذربيجان وأرمينيا لوقف المواجهات والعمليات العسكرية فورا في إقليم ناغورني كاراباخ الذي تتواصل فيه المعارك الدامية بين الطرفين وخلفت عشرات القتلى بين الجانبين. كما دعت موسكو أيضا جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لخلق جو مساعد لبدء مفاوضات تؤدي في الأخير إلى استقرار الوضع وإيجاد حل سلمي بين طرفي النزاع. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.